بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آية اليوم يا أحبائي من سفر المزامير، مزمور رائع جدا، مزمور الكنيسة بتتغنى به طول السنة وطول الوقت وفي مناسبات كتير جدا. مزمور 45 آية 13 بيقول: كلها مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب ملابسها. مجد للثالوث القدوس إلهنا أمين. المزمور ده بيسمى المزمور المسياني، يعني المسيا الملك. المزمور ده رائع جدا، بيتكلم عن احتفال ملوكي، احتفال عرس ملوكي مش احتفال عادي. ولكن خلي بالك، عايز أقولك أن لا يمكن الكلام اللي فيه ينطبق على عرس جسدي ولكنه عرس روحي. يمثل علاقة المسيح بالكنيسة وإزاي أحبها وإزاي فداها وإزاي بيغازلها بكلام حب. يعبر عن علاقة المسيح بالنفس البشرية، له كل المجد المسيح. بيتكلم عن إزاي بيحب النفس البشرية وإزاي فداها وإزاي بيحبها حب غير عادي. المزمور ده الحقيقة بنسميه مزمور فرح، عشان كده بقول لك مزمور العرس الملوكي. المزمور ده يسبقه ثلاث مزامير تانية، 42 و43 و44. الحقيقة لو تقرأ المزامير دي بتركيز تلاقيها بتتكلم عن مزامير للألم. والروح القدس لما يكتب الكلمة بيعلمنا من كل، حتى الترتيب بتاعها بيعلمنا منه أن بعد الألم في فرح. الرائع أن الكنيستنا الأرثوذكسية بتصلي المزمور ده في صلاة الساعة الثالثة اللي بيحل فيها الروح القدس، صلاة حلول الروح القدس. الوقت ده وقت جميل، وقت فرح، وقت سلام. عشان كده كمان الكنيسة بتاخد من المزمور ده، لو أنت حضرت شهر كياك الشهر اللي فات علينا تلاقيه واخدة منه جمل كتير قوي محطوطة في تسبيحة أمنا العذراء مريم في شهر كياك، وبيتصلى زي ما قلت لك في صلاة الساعة الثالثة، وبتصلى كمان منه جزء جميل قوي في الإكليل، وصية للعريس والعروسة علشان يكمل الحب والفرح السماوي. يشبه العروس هنا كمان في المزمور ده أني كمثل خيمة الاجتماع. يمكن خيمة الاجتماع كان من بره شكلها مش قد كده، شكلها مش لذيذ قوي، كانت معمولة بجلد الماعز، لكن من الداخل زي ما كان بيقول المزمور، من الداخل جميلة، من الداخل فيها أثمن أنواع الأقمشة من الإرجوان والإسمنجوني، من الداخل موجود فيها تابوت العهد المطلي بالذهب، موجود فيها المنارة الذهبية، ده من الداخل. عشان كده النهاردة بنهتم بالداخل، ما تركزش قوي في الخارج لأنه سيفنا، أهم حاجة الداخل. ممكن تكون رايح الكنيسة، ممكن تكون بتصلي، ممكن تكون بتصوم، لكن يبدو قدام الناس، لكن من الداخل يقول الكتاب مثل قبور مبيضة من الخارج، مبيضة شكلها جميل من بره، ومن الداخل عظام ونتانة ونجاسة وكل خطايا وكل حاجة وحشة. عشان كده داود النبي بيذكر النهاردة في مزمور بيقول إن رأيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب أو لا يستجيب لي الرب. عشان كده اهتم من الداخل يا صديقي. وصية ربنا لينا النهاردة إن النهاردة مثل العروس تكون مزينة، مزينة من الداخل من جوه، مجرد ما تدخل محضر الله. ومن الداخل كمان النهاردة ربنا بيكلمنا على العلاقة الشخصية بتاعتك النفس البشرية، زي ما كنا بنقول هي العروس. لما تدخل في محضر ربنا وتصلي، هو ده اللي قال أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. عشان كده تعالى النهاردة نتعلم ندخل محضر الله كده، أدخلنا الملك إلى حجاله. حجاله يعني الغرفة الشخصية اللي هندخل فيها مع بعضينا. اصحى كل يوم الصبح كده وقعد دقايق مع ربنا، اقضي ولو صدقني مش هقولك ابدأ بخمس دقايق، عشر دقايق، صبح على ربنا قبل ما تتحرك، استمتع بالعريس السماوي علشان يديك الوصية الكتابية العظيمة. عندما تدخل العروس إلى حجال الملك تصير له كل شيء، تصير له كل. عشان كده الكتاب أرجع وأقول بيقول اغلق بابك، اغلق بابك وانسجم معه، هتصير ابني ليه، هتصيري ابنة ليه، هتصيري عروس، هتصيري صديقة لربنا وانت قاعد في محضره. قديس غريغوريوس أسقف نيسوس يقول مقولة جميلة قوي: حين نركز أنظارنا على المجد الداخلي يقيم الله نفسه حريصا على أبواب قلوبنا. ما تنشغلش بالخارج، ركز انت في الداخل وسيب الخارج على ربنا. عشان كده يحيطك بملاك، ملاك الرب حال حول خائفيه وايه وينجيهم.
عشان كده خلي قلبك مرفوع للسماء، خلي قلبك متعلق بالسمويات، خلي قلبك مرفوع ومنتظر العريس السماوي. يقول الكتاب كمان في المزمور النهاردة: منثوجة بذهب ملابسها. الذهب يا أحبائي يشير إلى السماويات، يشير إلى السماويات. لما تكون العروس حتى من بره شكلها شكل سماوي، وده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة، ياريت تبص لنفسك إنك أنت ذو قيمة عالية، أنت ذو قيمة عالية. لو كان إبليس بيرخص نفسينا في عينينا، ربنا النهاردة بيقول لك أنت محبوب وأنت محبوبة. أنت خلي حياتك منسوجة بالذهب، مش ملابس، مش ملابس، مش الملابس بس، لا، خلي أعمالك منسوجة بالذهب، خلي أقوالك منسوجة بالذهب، خلي أفعالك وعلاقتك بالآخرين وعلاقتك بكل من حولك منسوجة بالذهب. عشان كده النهاردة تعالوا نعكس ده من الداخل للخارج. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. عشان كده تعالوا النهاردة نعيش العيشة السماوية. يكلمنا في رسالة فيليب بيقول إصحاح 3 آية 20: فإن سيرتنا نحن هي في السماويات. صديق النهاردة عايز أقول لك في الختام، أنت سماوي وليس أرضي. قديما زمان كان اللي معاه الجنسية الرومانية يظن أنه سيد الشعوب، خلي بالك، واللي معاه الجنسية اليهودية يظن أنه أطهر الناس وأشرف الناس. اليهودي كان بيتخيل بالنسبة له شوية مية بيدلهم على إيده أو على وشه ويغسل إيده قبل ما يأكل، ده بالنسبة له أقدس الناس وأشرف الناس. لكن لا، خلي بالك، الداخل، ربنا النهاردة بيقول لك الداخل: إن رأيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ولكن ضاعت الرومانية، خلي بالك، وتوارت اليهودية، ويبقى النهاردة الأعمال الإيمانية المسيحية وتعليم المسيح لها كل المجد. أنت سماوي، استعد للقاء إلهك العريس السماوي الذي له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.